الله، ايه الجمال ده كله؟ دي هدى. هدى انكل زكي. اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا. جيت اسكندريه امتى؟ امبارح يا روحي. الحمد لله على السلامه. تعالوا اعرفكم ببعض، دولة هانم بنت المرحوم صديقي امين باشا شكري. اهلا وسهلا. اهلا. مادموزيل هدى بنت اعز اصدقائي المهندس اسماعيل صبري زميلي في التجاره. تشرف. متشكره قوي. اتفضلي اقعد. معلش عشان صحابي مستنيني هناك. ازاي بابا هدى؟ يبعت لك جوابات من باريس؟ طبعا، هو يقدر يتاخر. ايه رايك يا زكي بيه نعزم هدى للادي معانا على حفله كازو سانسيت؟ طبعا طبعا، تيجي معانا هدى. صحيح، ميرسي يا اوجد. باي باي. مع السلامه يا روح قلبي. دادا انت لسه صاحيه؟ هو انا يجيني نوم الا لما اطمن عليك يا هدى؟ اما كانت حته حفله جنان. ربنا يسعد كل اوقاتك يا حبيبتي. ما تتصوريش يا دادا قد ايه دولة هانم ست لطيفه بشكل. ربنا يوقعك دايما في ولاد الحلال. تصبحي على خير. وانتي من اهله. ربنا يحرسك من العين يا بنتي. سجاير. اديني علبة. متأسف. مفيش فكرة. لو سمحت يا مادموزيل، أقدر ألاقي معاكي فكة؟ دكتور أحمد إزيك؟ الله يسلمك. ثانية واحدة. مرسي، خلاص اتفضلي. مرسي، خلاص لقيت فكة. ازيك يا مدموزيل هدى؟ الله يسلمك. حضرتك قاعدة لوحدك؟ وزهقانة، تعال اقعد معايا. يعني مفيش إحراج؟ لا أبدا، اتفضل. ميرسي. دادا هاتي اتنين حاجة ساقعة بسرعة. من عينيا الاتنين يا هدى. ميرسي يا حبيبي. هدى! مش معقول. ازيك يا دولة هانم؟ الحمد لله. ازيك يا انكل زكي؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. الدكتور احمد خال صاحبتي الهام. اهلا. دولة هانم شكري. اهلا وسهلا. انكل زكي صاحب بابا الروح بالروح. تشرفنا يا زكي. انا اللي شرف. ما تتفضلوا. تفضلوا. اتفضل. في الحقيقه انا كنت عايزه اشوفك علشان اتعرف بالبطل. يظهر ان مدموزيل هدى بلغت شويه. صحيح، انتوا مصممين ترجعوا مصر النهارده؟ مضطرين يا حبيبتي. هتوحشونا قوي. لما ترجعي مصر هنشوف بعض كتير. ان شاء الله.